المادة دي صعبة. مادة الساعة كام؟ تمانية واتنين واتنين يعني 22 كده. لا بقى دي صعبة، لا بقى دي أصعب. لا بقى ساكن. ايه ده؟ ما بتذكرش؟ ساكت. في ايه يا بابا؟ ما خلصت 8 و 23 دقيقة كده. ليه يا حبيبي؟ مدي نفسك وقت ضايع جاي تذاكر لي دقيقة؟ جالها نفسك دقيقة؟ تيت مش هتذاكره، عندك امتحان في يوم بكرة، مش عارف؟ ذاكر. طب في ايه يا بابا؟ ما انا خلصت. يلا روح قول لأمي تعمل لي طماطم نايف نايف. ليه يا حبيبي؟ ايه؟ عمك على بطنك؟ روح ذاكر، بالك عندك مادتين. قعدت تسمعني في اغاني مهرجانات طول الليل، بتقعد تحبلي في بنات ايه؟ مش عارف اسمها ايه اللي جاي تصاحب عليها، والبنت الاصغر منك دي يعني ذاكر. خلاص يا بابا عزيز، بس مالكش دعوه بمونيكا. انا وانا ليه؟ انا راجع لك تاني، ما تقعدش بقى تقول لي مشغلي في مهرجانات وحاجات وبنات، راجع لك تاني ولما تكش بتذاكر اذبحك. يلا مع السلامة. ده على اساس انت مربي عجل معاك في البيت. لو ما ذاكرتش مش يعني مش هنزل لك وهتاخد عقاب وهشيل منك الموبايل. ذاكر ذاكر، ما تقعدش تحبلي البنات. والله ما انا مذاكر. شفت؟